انا بعتذر طبعا عن الشكل اللي خرجنا بيه، وانتوا تستحقوا اكتر من كده وتستحقوا الافضل. لكن خلينا تاني اقول ان يعني مصر كبيره جدا، ويعني ان شاء الله باذن الله اتمنى التوفيق للكره المصريه في القادم، وانا متاكد ان شاء الله باذن الله ان مصر ان شاء الله في البطوله اللي جايه باذن الله هتكون متواجده في كاس العالم 22 ان شاء الله. الملخص، مصر ما خسرتش كوره. لا احنا ما خسرناش كوره، يمكن انا بتكلم تاني ممكن يكون عندك بعض القصور في الاداء، لكن غياب الروح وغياب جزء كبير من الوطنيه واحساسك بالمسؤوليه داخل الملعب اعتقد ده اللي كان السبب الاساسي في خروجنا.